الآن تشاهدون فريق الجدعان في مدينة الفواخير بمصر القديمة والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية صناعة الفخار من الاندثار وتسويق منتجاتها، وذلك كواحدة من أهم الحرف اليدوية التراثية في مصر. كما يلتقي الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. الجدعان اللي قدام حضراتكم دول رجالة ذهب بجد ومبدعين، وحافظوا على حرفة مصرية تراثية يدوية من الإنقراض، وهي حرفة تصنيع الفخار اللي بيحولوا فيها الطين لمنتجات موجودة في بيوتنا جميعا من الفخار. وعشان كده الدولة سندتهم ونفذت ليهم قرية الفواخير في مدينة الفسطاط بمصر القديمة، واللي تعتبر أكبر تجمع للتصنيع وتسويق منتجات الفخار في قارة أفريقيا، وساعدتهم على الاشتراك في المعارض المحلية والدولية، ووفرت ليهم الدعم الفني اللي يطور إنتاجهم، وأفران الغاز اللي تساعدهم على تقديم منتجات جودتها عالية. دلوقتي احنا في قلب قرية الفواخير اللي مساحتها 113 فدان، وزرناها عشان نتعرف على أحوال الجدعان من صناع الفخار ونشوف آخر إبداعاتهم والتحديات اللي بتواجههم. تعالوا في البداية نقابل أحمد زكي، وهو أحد صناع الفخار وصاحب ورشة كبرى للتصنيع، ويعتبر المتحدث الرسمي باسم صناع الفخار في قرية الفواخير. حضرتك نائب رئيس الجمعية التعاونية الإنتاجية لأصحاب مهنة الفخار والخزف. الاتحاد التعاون الانتاجي اتحاد ضخم جدا، تمام، ولكن عندنا مشاكل اكيد. عرفنا بها الاول، عرفنا مدى قدم هذه المهنه في مصر، عدد الحرفيين اللي شغالين فيها. انتوا ذهب اللي انا شايفه ده، انتوا صناع ذهب مش فخار. فخار حاجه كده انا ما بعتبرهاش حرفه، هي عيش بتتعامل معاه زي ما بتتعامل بالظبط مع الناس. من الميزات في صنعتنا وحرفتنا انها ما بتستوردش حاجه، تمام، وده الجميل في الحرفة. لو بصينا لمصر القديم فهو كل حياته كانت فخار، من أول الأكل والشرب لغاية الإضاءة اللي كان بيدور فيها لغاية التخزين. أحلى طواجم بتتعمل فين؟ في الفخار. لغاية يا فندم التخزين كان بيلاقوا أنا بتابع الكلام ده، مثلا بتلاقي من ضمن المقبرة الحاجات اللي كان بيخزن بيها، فبتلاقي أنيه فخار فيها بلح مثلا، تلاقي فيها قمح، مازال عايش. طالما بقى حضرتك متيم إلى هذه الدرجة بمهنة الفخار، عددنا قد ايه اللي شغالين فيها؟ هل بتنقرض؟ بتنقرض والعده اسباب. الشباب مش مقبل عليها ليه؟ لانها حرفه فقيره ما بتحققش الدخل اللي مطلوب، مع ان ما شاء الله كل الورش شغاله، ما كلها كله عمال يعمل تشكيلات. اغلب الورش، يعني انا نتكلم مثلا على سبيل المثال، انا راجل كبرت بس انا ما اقدرش اجيب ناس واشغلها عشان انا مش هقدر اغطيهم مصاريف مثلا. فانا لغايه دلوقتي بشتغل على نفسي، انا راجل شغال باجي من بيتنا اشتغل في ورشتي بدل ما اشتغل عند حد. يعني بنعاني في التسويق، بالظبط كده، بنعاني من عدم وجود معارض، بالظبط، صح كده، تمام. الخام متوفر يعني الخام محلي. العماله بقى فيها ندره بسبب ان الارباح قليله جدا او هامش ربح بسيط جدا. نقول لحضرتك، اقول لك على سبيل المثال، هو النهارده شاب بيجي يشتغل معايا عشان 100 جنيه، هو لو ركب توك توك يجيب 150 جنيه، هو لو ركب توك توك فهو قاعد، هو لو شغال صنايعي فهو تعبان. الأفران هنا يعني تم وضع مجموعة من الأفران ضخمة جدا عشان تسهل عليكم عملية التصنيع، تمام. فرق معاكم الأمر ده؟ لازم تحولت من الكهرباء للغاز عشان تقلل تكلفتك. لا، الفكرة كمان مش يعني سواء كهرباء أو غاز، هو ده المطلوب، لأن هي كانت فكرة اللي قام عليها التطوير، اللي هي فكرة عدم تلوث. خدته بكام بقى والتمويل حصل ازاي؟ لا، الفكرة كانت جت من نائب محافظة القاهرة المنطقة الجنوبية. هو ده بقى الكلام اللي بص، لو ده اتعمل بالشكل ده في اي حاجة هو ده اللي هينجح. فالسيدة جان نائب المحافظة المنطقة الجنوبية هي اللي جابت البنك الاهلي وقالت له انا عندي حرف. الناس دي جت وعملت البروتوكول مع محافظة القاهرة، فجابوا، هما كانوا دافعين فلوس الأفران وكملوا فعلا كمان الولعات. وجت النهاردة أنا بيعيشني في حتة كويسة قوي، لأن أنا عندي منتج بيتحرق بشكل فيه تكنولوجيا، بمعنى أنا كنت بحرق شغلي بالعين المجردة. النهاردة أنا عندي تكنولوجيا بيقول لي الخامة دي بتتحرق على كام، بقول له على 1050، أظبط فرنك 1050 يا باشا، كده فرن بقى تمام غير العين المجردة.
فدي جزء من الخدمة، وطبعا أساسهم عدم التلوث. من أحدث منتجات الفخار اللي بتتصنع النهاردة في قرية الفواخير، اللي بتبقى مرشوشة بالقطيفة من خلال جهاز متميز جدا قدمه للحرفيين السيد محمد فتحي رئيس شركة تكنوفلوك. وبالمناسبة هو نجح في إدخال الرش بالقطيفة في صناعات كتير، وبيطالب بتدريس استخدامات القطيفة في المناهج الفنية التعليمية. الجهاز اللي حضرتك جايبه النهاردة وأول مرة أنا أشوفه، ده جهاز لرش القطيفة، تمام؟ ممكن يحول مسار صناعة الفخار في مصر، لأن ليه استخدامات عديدة جدا. بس أنا عايز أعرف منك حكاية الجهاز ده، يعني الجهاز ده احنا نعرف أنه بيستوردوه وحجمه ضخمة جدا وليه صناعات محددة، لكن احنا ندخل فيه في الفخار وحاجات صغيره وكلام من ده. لا حلوه، حلوه الفكره. كمان حاجه قلت لي ان انت واخد براءه اختراع. دلوقتي احنا مسجلين الفكره في اكاديميه البحث العلمي، تمام، مكتب براءه الاختراع من 2020، شغالين على الفكره من 2016. بعد ثبات نجاحها في على ارض الواقع في كل محافظات مصر، ابتدينا نتجه اتجاهات تانية، ان مش بس احنا نستفاد منها، الدوله برضو نلفت انتباهها لاستخدامات الجهاز، خصوصا ان احنا بنقول ان بقى الجهاز دلوقتي قادر على رش القطيفة على جميع الاسطح، ملابس جاهزه، اطنيات، نستنتج منه الملابس كمشروع، البلاستيك، في صوره علب مجوهرات، التحف والانتيكات، الفخار، حوامل المصحف، الاحذيه، داخل في مجالات كتير. المفروض كل بيت يكون فيه حاجه زي كده، يجدد الأحذية ويجدد العلب المصاحف. إن اسم تكنوفلوك تحت اسم جائزة أوسكار تبقى في كل بيت مصر. وأي لون بقى، صح؟ الخب بتاعه اللي بيتحط عشان يطلع لنا لطيفة دي اللي احنا بنلمسها دي، دي شعيرات قطيفة متوفرة؟ متوفرة. مستوردة ولا محلية؟ لا مستوردة. مستمر الجهاز كام بقى؟ والله يا فندم أنا بحاول أتماشى في موديلاتي مع كافة فئات المجتمع. يعني حتى الأطفال أنا أعمل لهم جهاز، لأن ده المبتكر الصغير بالنسبة لنا، هو ده اللي هيقدم برضه، فعامل له جهاز في حدود 650 جنيه، ده خاص بالأطفال. وعامل جهاز أوسكار 5 في حوالي 1500 جنيه، ده للورش والمحلات والإنتاج عموما. وعامل جهاز تاني ب 3500 للمصانع وحجم إنتاج أكبر، بحيث برضه أبقى قدرت أوفر السعر يبقى في متناول الجميع مع الضمان اللي هو الخمس سنين. ضمان خمس سنين الجهاز؟ خمس سنين. اللي قدام حضراتكم ده هو الحاج عادل زهدي، خبير تصنيع وتشكيل الفخار، ايده ذهب وبيشتغل بحب فريد وهو بيشكل خام الفخار، مبدع فعلا، تعالوا نقابله. اما عادل زهدي، انت من اقدم الناس اللي شغاله الشغلانه دي هنا موجوده في مدينه الفواخير. انا شايفك بتعمل مجوهرات مش فخاريات. كم سنه في الشغلانه دي؟ يعني حوالي 65 66 سنه شغال الشغله دي. بدأت معاك ازاي؟ يعني اشمعنى شغلة الفواخير بالذات؟ وهل هي في العيلة مثلا؟ العيلة كلها كانت في شغلة الفخار، فخدوني، مفيش بقى ايامنا كانت المدارس صعبة وكلام دوه، تعالى بقى اتعلم مهنة، فلزقت فيا بقى المهنة وانا لزقت فيه. مشروع زي مدينة الفواخير بيمثل لك ايه؟ لا هو مشروع حلو، ولو الدولة اهتمت بيه اكتر هيبقى احلى، يعني هو لو لقى اهتمام كمان هيبقى احلى، وهو فعلا لقى اهتمام الايام دي الدولة. فالمشروع ده يا ريت ما ينقرضش، لأن الفخار مهنة من قديم الأزل، فخسارة إنها تنقرض، فيا ريت يبقى فيها اهتمام. وسيادة الرئيس قال أعمل لكم مدرسة، يعني دي برضو هكمل المشروع ده، تبقى حلو والله، يعني تبقى مستقبلها حلو لو فيها اهتمام. تعالوا بقى نقابل محمود عبد الهادي، وهو مدير ورشة لتصنيع الخزف المطلي بالجليز، ودي خامة مبهرة لتلوين الفخار، وطبعا هي غيرت بصورة كبيرة من شكل منتجات الفخار بقرية الفواخير. وبالمناسبة كل الورش اللي بتصنع الخزف المطلي بالجليز بتتجه للتصدير. محمود عبد الهادي، احنا دلوقتي في ورشة الحاج إبراهيم، صح كده؟ إبراهيم صابر، وهو واحد من المتخصصين في مهنة الجليز، الخزف المطلي بالجليز، تمام، صح كده؟ صحيح. أنا شايفها حرفة لوحدها، لأن أنت عملت شكل مختلف، عملت قيمة مضافة للخزف. إحنا مجموعة شغالين مع بعض، كل واحد فينا ربنا وهب له ملكة كده في التقنية بتاعت الفخار عامة، هي قطع فخارية إحنا بنحاول نعلي كواليتي بتاعها عشان نقدر ننفذ بيها ونشتغل شغل نقدر نسوقه. تعالي ايه ده، انت اللي انت عامله ده يضاهي اللي بيجي من ايطاليا وفرنسا. والله اهو ده طبعا شرف لينا ان احنا نقدر نوصل للمستوى ده، والكلمات اللي بتتقال لنا ديت، والناس اللي بتتفاجأ ان في قريه مصر القديمه او في مصر القديمه عامه ان في حد حرفيين بيطلعوا المستوى ده. يعني احنا الحمد لله طورنا شويه من الخزف،
ان احنا نبدا نعمل اواني فخاريه، منها اللي هي الحاجات بتاعه العرايس، ومنها الحاجات الديكورات اللي زي كده، ودي مثلا حاجات للديكور للبيت، بس احنا اكتر ادوات منزليه. المطاعم يعني بنحاول ان احنا نوصل للفنادق، لانها برضو الحاجات المستورده كانت فعلا قتلت مهنه الفخار في مصر القديمه. فلو ما كناش حدثنا نفسينا بالطريقه دي وطورنا نفسينا، ما كناش قدرنا وصلنا اللي احنا فيه ده. انت ليه ما بتسويش حاجتك بنفسك؟ ليه ما بتصدرش حاجتك بنفسك؟ ممكن يكون في الفتره اللي فاتت دي ما كانش فيه جهات بتقدر توفر لك ده. احنا هنا بعد الاحلال والتطوير، لولا برضو ان المحافظه وقفت جنب الناس هنا، كان ممكن يبقى فيه مشاكل كتير. ما كانش فيه مسانده دعم، برضو الامكانيات كانت معدومة. بس مع التطوير ورعاية الناس المسؤولة، هي اللي بتوجه لنا ده. فاحنا بنحاول برضو ندعم من نفسينا وبنطور من أعمالنا بحيث ان احنا نقدر ننجح. من النماذج المبهرة في قرية الفواخير حامد التركي، وهو مثال وفنان تشكيلي بالفطرة، وبيقدر يجسد مختلف الحضارات في تماثيل نصفية وكاملة. عبقري بجد، تعالوا نقابله. حامد التركي مثال عظيم بجد، خدت منطقة الفواخير لحتة تانية خالص، صناعة التماثيل من مختلف الحضارات. ده طين صح كده؟ مظبوط. بتعمل عليه اسطمبة أساسية، تقعد شهور تشتغل عليها طبعا، وبعد كده تطلع منها تحف فنية. الشغلانة دي بدأت ازاي؟ انت واخد الـ 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 الطين اللي بيجي من أسوان ومن سينا لمنطقة تانية خالص صح كده؟ مختلفة تماما عن كل الشغل الموجود جوه مدينة الفواخير. تمام. بدأتها ازاي؟ انا من سكان جامع عمرو بن العاص، فكانت اهالينا ما قدامهاش حيلة غير ان احنا عشان ما كانش فيه فلوس ان هم يودونا صنعة، الولاد تشتغل، البنات تتعلم او تقعد في البيت. طب درست التماثيل؟ خالص خالص، ولا رحت مدرسة اصلا، يعني ما اعرفش اقرا ولا اكتب عشان تبقى حضرتك عارف خالص. ده شريح، ولا فهمه ولا كنت تشريح. عارف ان هو تشريح، بقيت افهم من الناس الدكاتره، الناس اللي بتيجي مثلا كانوا يجوا يعدلوا بقى علي حاجات، لان في حاجات انا مش فاهمها طبعا. فبدا يقول لي لا ده في العضله دي المفروض هنا، التانيه دي لما تبقى واقف مش عارف ايه. بس اكيد فيك حته فنيه برضو، ده انت عامل العين خلاص يعني. هي كل الفكره ان انت حابب. وشفت بره، فكون انت شفت سافرت بره. طبعا رحت ايطاليا طبعا طبعا، امال ايه، كان شغف بلد الفنانين يعني. طبعا يعني، فلما شفت بره لا لقيت الموضوع حاجه تانية خالص ودنيا تانية خالص، واحنا في حته وهم في حته. تعالوا بقى نقابل الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير الماليه بجهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه والمتناهيه الصغر، واللي هيكلمنا عن قريه الفواخير والخدمات اللي بيقدمها جهاز المشروعات لاهل القريه، وازاي بنساعدهم في تسويق انتاجهم. دكتور رأفت، دايما بنتقابل في الخير، دايما بنتحرك على تسويق منتجات صغار المنتجين الحرف التراثيه واليدويه، ده تكلفات رئيسية. النهاردة احنا واقفين في جناح الفواخير، الفسطاط، المدينة اللي كلنا فرحانين بيها بصراحة، وده انتاجها حاجة عظمة يعني، والنهاردة بتسوق في العالم كله مش في مصر بس. محتاج من حضرتك شرح ماذا تعني مدينة الفواخير، وازاي قدرنا نساعد هؤلاء البسطاء وجبنا منهم هذا الانتاج العالمي. الحاجة المهمة يكون حضرتك لمست قطاع من ضمن العديد من القطاعات الحرفية اللي احنا مهتمين بيها، فيه اهتمام كامل بالصناعات الحرفية، بس هناك بعض القطاعات اللي هي مسمعة وشايفين لها فرص واعدة للتسويق الداخلي والتسويق الخارجي، واعتمدنا على كده يعني، وقابلية كمان المستفيدين والصناع وزمايلنا الفنانين في هذا المجال. هي انت عارف حضرتك احنا بنتكلم على صناع فخار كانوا خلف جامع عمرو بشكل عشوائي، غير منظم، غير موجه، ملهاش أي قواعد، الى ان هم تم تحويلهم وانتقالهم الى مدينه الفسطاط، بقت عمليه منظمه. لما دخلوا حضرتك مدينه الفسطاط بدات تقريبا حوالي من 2012 دخلت مدينه، وخلينا اقول لحضرتك بمنتهى المصداقيه ان بدايتهم الحقيقيه خلينا نقول هي حينما تم زياره من فخامه رئيس الجمهوريه الى مدينه الفسطاط في اواخر 2021، وكانت دي نقطه الانطلاقه خلينا اقول لحضرتك بالنسبه للمدينه. وبدات منذ هذا الوقت تجمع كل الجهود بتاعه الوزارات والهيئات وجهاز تنميه المشروعات ومحافظه القاهره والبنك الاهلي ووزاره الانتاج الحربي، كله تجمع على اعطاء كل الخدمات المتاحه في اطار دفع هذه الصناعه. خلينا هم يستاهلوا نص كمان. يمكن جهاز تنميه المشروعات كمنسق لقطاع المشروعات المتناهيه الصغر والصغيره والمتوسطه اللي هو اهم الافرع بتاعته الصناعات الحرفيه والتراثيه، ابتدى يقوم بدور الفاسيليتيتور او الميسر ما بين هذه الجهات عشان اتاحه هذه الخدمات من اجل الصناعه. الاب الشرعي
ما هي دي بالظبط، قانون وقرار انشاء الجهاز بيعي هذا. الجميل في الموضوع ده هو دي النتيجه بتاعتها، ان عندك دلوقتي حرفي عنده منتج قابل للتصدير. يبقى النتيجه بتاعتنا عندنا منتج، وتفرغ حاجه على المنتجات قبل كده والمنتجات حاليا. لما نيجي نقول في الفتره اللي فاتت ما كانش مدينه الفسطاط دي عندها براند، بقت اصبح حاليا عندها براند. جهاز تنميه المشروعات مع مركز تحديث الصناعه قدر ان هم يعملوا له براند، علامه تجاريه يسترشد بها التجمع كله. احنا بقى كجهاز تنميه المشروعات هتلاقي بقى كل الشركاء اللي احنا بنتكلم عليهم، كل واحد عمل خدمه وصلتنا للنتيجه دي. هتلاقي محافظه القاهره في الوقت الحالي وبدات ان هي توفر خطابات او عقود انتفاع للحائزين كانوا في فتره مش ده بنطمن الناس بالظبط. الحاجه الجميله هقول لحضرتك دي كانت ميزتها في ايه، ميزه الموضوع حق الانتفاع او عقد حق الانتفاع ده بيأهله ان هو يبتدي ان هو يبقى ليه شرعنه، توفيق وضع، يبقى رسمي، يشتغل رسمي. ولما يشتغل رسمي حضرتك عارف ان ده بيقع تحت حوافز ومزايا قانون تنميه المشروعات الصغيره. صحيح. الا ان مش مجرد ان هو يبقى رسمي وخلاص، لا، رسمي بياخد كل الحوافز الضريبيه وغير الضريبيه والتسويقيه اللي بيتيحها القانون ده من خلال جهاز تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره والمتوسطه ومن خلال كل هيئات الدوله. الحاجه الثانيه المهمه انك بتلاقي مثلا البنك الاهلي مع وزاره الانتاج الحربي وفروا منحه معينه، قدروا ان هم يوفروا من خلالها افران لحرق المنتجات. طب قبل ده كان فرن بقى؟ دي تقريبا حوالي 49 فرن سوبر. 49 فرن. وده على فكره ده بدايه. اللي انا عايز اقول حاجه بقى ان هو ميزه الفرن ده بيعمل ايه؟ الفرن ده حضرتك اولا قبلها بالغاز مش كده؟ بالغاز طبعا. عشان نوفر للناس. عشان نوفر للناس. ونديهم جوده اعلى في المنتج. وندي جوده اعلى ونوصل لمنتج ما يقدروش يشتغلوا عليه بالافران العاديه. البنك الاهلي ادى للناس افران تنميه مستدامه مش قروض وخدها لا 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 لا، دي جرانت لاين، منح. صح، منح. منح ليهم وابتدوا ان هم يشتغلوا تسويق المنتجات دي. بس احنا بقى بنعمل ايه بحضرتك؟ بدايه التسويق حضرتك انه يبقى ان عندك ايدنتيتي، عندك براند، عندك شكل، عندك مواصفات للمنتج. ابتدينا نقعد معاهم، عملنا لهم زي ما بقول لحضرتك احنا مع مركز تحديث الصناعه علامه تجاريه. العلامه التجاريه دلوقتي سمحت لهم ان يتسجلوا على منصات التجاره الدوليه والمحليه مع امازون وجوميا، وراحوا بصوا وشافوا وصوروا منتجات ليهم في اطار ده، وبعضهم تم رفعه على منصات الالكترونيه. واحنا على فكره في اتجاهنا مش لا يقتصر عملنا في الوقت الحالي على هذه المنصتين بس هناك منصه دوليه احنا بنتكلم معاهم دلوقتي، علي بابا مثلا على سبيل المثال، على احنا دلوقتي وفر لهم جوميا وامازون. وامازون حاليا دلوقتي متاحه بالاضافه الى منصه جهاز تنميه المشروعات نفسها كماركتنج. احنا بنعمل ايه بقى كجهاز تنميه المشروعات تاني؟ احنا بنتكلم معاهم على كل انواع الخدمات الاخرى اللي تسمح له ان هو يسوق منتجه. بدانا ندخل معاه حضرتك في فكره ان ازاي ان هو يسعر منتجه. وسعر منتجه زي ما حضرتك عارفه ان احنا الميزه التنافسيه لاي منتج سعره مع جودته مع استمراريه توريد هذا المنتج. لانه في بعض المستهلكين او بعض المتعاقدين يجي يقول لك انا عايز 100 حته من ديت، تقول له انا وعايزها في حته دي مثلا هاخدها ب 100 جنيه، يجي يقول لك لا انا كمورد لهذه السلعه انا ما عنديش غير 40. انت عارف حضرتك يلجا لحته ثانيه بتبيع ب 140 طالما هيوفر له العدد اللي هو عايزه. صحيح. فهي استمراريه التوريد، وانت عارف حضرتك في اطار المشاكل الاقتصاديه العالميه اللي احنا بنقول عليها وسلاسل الامداد، فانت لازم تنشور او تاكد على توريد الرو ماتيريال ومدخلات على اتاحه المنتج. الحمد لله ان الصناعه ديت زي العديد من الصناعات الحرفيه هي بتعتمد على الموارد المحليه. عندنا ناس تقدر تساعد الناس دي في تصميمات جديده، ناس كرييتيف، فنانين. عايز اقول لحضرتك دي نقطه مهمه جدا، ان دي ما يتم حاليا ما بين جهاز تنميه المشروعات ومركز تحديث الصناعه، توفير العديد من التصميمات للحرف اليدويه بشكل عام مع الاهتمام بالفخار فيه. عايز اقول لحضرتك دي كانت من ضمن التوصيات اللي جات لنا من وزارة الآثار، من وزارة السياحة والآثار، ان قالوا لنا هناك العديد من السياح، يمكن ده كان برضو من ضمن الدروس المستفادة والتعاون ما بيننا وما بين وزارة السياحة. قال لك السياح لما بيجوا عندهم منتجات في منطقة الفسطاط كبيرة الحجم لا يستطيع السائح حملها، مع انه شايف ان هي كويسة جدا، فايه مدى الامكانيات؟ وعشان كده هتلاقي معظم المنتجات اللي عندنا صغيره الحجم يقدر ان هو يشيلها وينطلق بيها. قريه الفواخير قصه نجاح مكتمله، انعشت صناعه حرفيه تراثيه وانقذتها من الفناء والعشوائيه ونقلتها لمرحله التوهج والتواجد بقوه في السوق المحلي والعالمي.
تشاهدون بعد الفاصل. فريق الجدعان شاهد على عملية إنقاذ 700 فدان زراعية بمنطقة الجبل الأصفر في الخنكة بمحافظة القليوبية، حيث تعرضت لإهمال شديد على مدى سنوات، وكانت تروى بمياه غير صالحة للزراعة. وحاليا يقوم طبيب بشري شاب عاشق للزراعة بأعمال تجهيز بنيتها التحتية وحفر الآبار العميقة لتركيب أجهزة الري المحوري وزراعتها بالمحاصيل العلفية.